أحضر لي معا ابن زائدة 300 أسير، فأمر بقتلهم. فجيء له بالنطع والسيف والسياف، فقتل الغلام الأول. ولما قتل الأول وجيء بالثاني فقال: يا معن، أريد حديثا معك. يقول: أريد أن أحدثك بحديث معك. فقال: تفضل. قال: أتقتلنا ونحن عطاش؟ قال: أسكوه. فلما شربوا قال: يا معن، كل كبد رطب فيها أجر، نحن جياع، أشبعنا ثم اقتلنا. قال: أطعموهم. فلما أطعموهم قال: يا معن، كنا أسرى والآن ضيوف عندك. قال: قد عفوت عنكم. فأطلقهم جميعا.